السلام عليكم. ذكا ندير لكم طريقة كيف حل مشكلة عدم دخول جي تي اي، ويقول لك انه فشل التحميل. سووا مثلي انا، تحمل لعبة جي تي اي من هابي مود، تحملها من هابي مود، بعدين انت لما تدخله بتجيك زي هذه الواجهة، خليها لكم في المونتاج. انا اعطي لكم طريقة مضمونة 100% 100%، والله انها ناجحة. اتبعوني. اول شي نحمل تطبيق هذا، ندخل عليه، بعدين اول شي تروح للداونلود، بعدين تروح للمجلد اللي حط فيه انت الملف، زي انا حمل جي تي اي من هابي مود، طلع لي مجلد هابي مود، ندخل عليه، تخرج لي هذه تاع روك ستار جيمز. نعبزه هنا من الطرف، تولي خضرة، وديك هنا نعبزه على هذو، عبزه عليها وتعبزه على استخراج، عبزه على استخراج، جي كيما ذا السهم تحت كيما ذا الاخضر. تو وش دير؟ اخرج، روح عند الاندرويد، روح عند الاو بي بي، وتلقى جي تي ان. تك تدخل هكا، تدخل المجلد، ما يكونش كاينين هذا المجلد، يكون فارغ، ما في حتى ملف. انت كي يكون فارغ هنا تدخل فيه، وتعبز على هذه الخضرة، تعبز على هذه الخضرة، يقول لك انني مطلع الملف. مهم يدلك هكا، انت يبدا يطلع لك يقول لك جري الاستخراج، استنى حتى يستخرج لك، بعد يخرج لك ملف كيما هكا، بعد يخرج تولي تمشي نورمال كيما هكا. مبروك عليكم، راكم تلعبوا في